اروح على المدرسة، المدرسة ما كانت عندي رفقة. ليش؟ لانه انت بنت مؤسسات. طب شو يعني؟ طب شو يعني بنت مؤسسات؟ انه الله خلقني يتيمة، انه امي في يوم من الايام غلطت وراحت وانا اتحمل ذنبها؟ طب انا شو ذنبي؟ طب انا عم بحاول اوقف على رجلي في هالارض عشان اوقف واقول للعالم اني انا حتى لو كنت يتيمه انا بقدر، يعني عم بحاول برضو. يعني لما كنت اشوف البنات عم بيلعبوا بالساحه اجي مبسوطه بدي اروح العب معهم، الاقيهم خلصوا اقول لهم بدي العب، خلصت اللعبه. تعرفين المجتمع الراقي بيطلع عليك بس عشان يستضعفك، ما في بني ادم بيجي بمد لك ايده لانه بده يمد لك ايده، لا، لانه بده ياخذ منك شيء. فبدهم حركه من المجتمع، بدهم حركه من المجتمع، زي ما في هلا منظمات بتدافع عن حقوق المراه، لازم يكون في منظمات بتدافع عن حقوق مجهولين النسب، عن حقوق الايتام، برا دور الرعايه وجوا دور الرعايه، لازم المجتمع يتقبلهم، في تمييز ضدهم حتى بمستوى الهويه، هويه الاحوال الخاصه في مجهولين النسب مثلا كفئة من فئات الأيتام، الرقم الوطني فيها ببلش بطريقة غريبة، أي حدا بشوف الهوية راح يحس إنه الهوية إما مزورة أو فيها إشي خطأ يعني. أنا طبعاً من فئة مجهولين النسب. هلأ مجهولين النسب هذه الفئة مش معروفين منهم الأب ولا الأم، فيك تحكي إنه لقطة. أنا ماشي بالشارع هذيك المرة واحد يوقف لي هويتي شرطي، يقول لي شو اسمك أنت؟ قلت له كامل عبد الحليم عبد الله حسان. قال لي شو هاي هويتك؟ قلت له نعم هويتي. قال لي شو الرقم الوطني هذا؟ قلت له والله هذا رقم الداخلية اللي حطت لي اياه، هم اللي حطوا لي، انا ما حطيته. قال خلاص طيب تعال اركب. ركبت معه، اشتبهوا بالرقم الوطني او ما صدقوني او منظري يمكن انا مش كويس ما بعرفش. قال لي شو قصتك؟ قاعد يضغط علي وعارف ان فياتي اشي يعني. قلت له يا عم انا يتيم الام والاب. قال كيف يعني يتيم من ام اب؟ وين كنت ساكن يعني قبل ما تيجيني؟ قلت له والله كنت عند اهلي. قال وين اهلك؟ متى يتيم من ام الاب؟ قلت له يا عمي اسف حقك على راسي، انا مجهول النسب من مراكز الايتام، ماليش ناس اروح عليه. قال مجهول النسب؟ قلت له اسيد مجهول النسب. قال لي ماشي اقف تخوث علينا انت قاعد ها؟ وقفت على جنب. طبعا ما بتقدر تخنفس معه، ما بتقدرش تدافع عن حالك، مالك ناس، ماليش ابو يروح يركض وراي او ناس ياكل همي ركض وراي. طبعا ضربني كف. قلت له سيدي ليش بتضربني يعني؟ شو السبب؟ اعطيني سبب. شو فياتي شيء غلط؟ قال انت اصلا وجودك على الدنيا غلط. هيك ما هو هيك 2002 001 يعني مش رقم وطني هذا. فيش بالاحوال المدنيه بس يشوفوها بيعرف انك انت لقيطه او شيء. بس بيوم من الايام بعد هاي كل المعاناة ما قدرنا نستحمل أكثر من هيك، توجهت على حبل المشنقة، دخلت على بيتي، كثير كنت متحطم، ربطت المشنقة، شنقت حالي لأنه في هذيك اللحظة كان الموت رحيم. بتحكي يا أنا يا الموت، يعني أوقات كثير كنت بدي أجي أنتحر، مرة أفتح بناية خلص بدي أنتحر، ما ضل فيها إشي. يعني بحكي انا مش عامله بحياتي شيء، انا الله خلق لي بس ما خلق لي مكان بالدنيا هاي. لكل الناس في الدنيا خلق لهم مكان الا احنا، انا وخواتي المؤسسات ما خلق لنا مكان. هلا الظاهر انه هؤلاء الشباب قد يكون لديهم حاجات، هذه الحاجات قد تختلف من حاجات طبيه صحيه، قد يعانوا من امراض. هؤلاء الشباب قد يكون لديهم حاجات اكاديميه، حاجات مهنية لها علاقة بالتدريب المهني والتأهيل، وحاجات نفسية، وحاجات لها علاقة بالجانب الاجتماعي. ومن هنا لابد من البحث عن شركاء معتمدين يتم تقديم المساعدة ويتم تقديم الخدمات الاجتماعية والأكاديمية والنفسية لديها. لما أنا دخلت فيهم بالذات بهذا التحقيق فعلا صدمت بكم المعاناة اللي هم بيعانوا فيها. يعني هم فعلا ناس، يعني ما بدي أقول عايشين بالقاع، تحت القاع يعني. فلازم احنا ننبش ونطلعهم ونفرجيهم لكل الناس، نفرجي معاناتهم لكل حدا. الجروح اللي بتذكرها وشو اسمه، انا مش مسامحهم يوم الدين.
عمره ما راح سمح. أقول لك إنه غلط الإدارة بس ما أظن، أو غلط الوزارة بس برضو ما أظن، غلط الحكومة ممكن.